برامج من البراوزر تمام. زين فراح نحل سؤال. شنو السؤال؟ اكتب برنامج سي بلس بلس ذا كالكوليت ذا افريج اوف فور نمبرز، يحسب معدل اربع ارقام، يحسب المعدل مع الاربع ارقام. زين راح نبدا نكتب اول شيء انكلود قبلها هاي العلامة. زين راح نقول له input output string صحيح. وهنا انا using main space std، وهنا راح نكتب integer main function مالتنا، وهنا بقوس البداية هنا انا return صفر وقوس النهاية. هسه راح يطلب من عندنا هاي الكليشن نكتبها قبل ما نسوي اي شيء. خوش رايت بروجرام سي بلس بلس بروجرام ذات كالكوليت ذا افريج اوف فور نمبرز، يحسب معدل اربعة ارقام، معدل اربعة ارقام. راح نعرف ارقام نقول دبل زين نمبر 1 تمام. نقدر نستخدم صدر ثاني ونقدر نكمل زين. ونمبر 2 و 3 و 4 راح نقول له نطلع عباره نطلب من عنده خلق تي اوت صغار حاولوا في التسجيل. تبغى سؤال؟ اي نعم تفضل.
الأربعة اللي في الأفيرج بعد السلاش شنو فائدتها؟ لأن هن أربعة أرقام من أحسب معدلهم أجمعهم وقسمهم على عددهم اللي هم عددهم هي الأربعة. صح. يعني إذا زيدت مثلا ست أرقام أكتبها ستة، كل ما زيد رقم أكتب رقم. بالفعل. تمام. هذا إذا ردنا نسوي مباشرة عقبها نقول له أدخل أرقام إلى حد ما يجيك مثلا بالكيبورد انبوت معين، تمام؟ مثلا يكتب لك اس او اي حرف اي يعني افريج، من يكتب لك اي يعني احسب لك الافريج، تمام؟ فنقدر نسوي هذا ان شاء الله في المستقبل، نسويها انه يكون العدد مو معرف ومخزون بالبرنامج وانه عدد متغير حسب الحاجه، نقدر نسويها الحركه هذه. بس هذا هسه نقدر نتعلم هذا كافي، شنو اللي اخذناه؟ اللي اخذناه عمليه ادخال، عمليه جمع اسمها كوبريشن، استعملنا الاقواس حتى يصير المجموع المستقل عن التقسيم، لأن إذا ما حط الأقواس يقسم لك هذه على أربعة ويجمعها إذا كليتين، عرفت شلون؟ يعني يقسم يسوي تقسيم أولوية يعطي، زين فإحنا نحط الأقواس حتى نقول خلص اللي بلقص أول مرة يجمع ليهن وراح نقسم ليها على عددهن. استعملنا سي إن عملية إدخال مجموعة متغيرات، تمام؟ بهالطريقة. فهذا اللي استفادنا من هالحركة هاي بهذا البرنامج البسيط الصغير. هذا احتمال يجيك من الامتحان، شوف هما حفظه استوعبه، هما اهم شيء تحفظ بس الكليشه، ما تحتاج تحفظ البرنامج، البرنامج ما يحتاج تحفظه، بس تحفظ الكليشه، تتاكد انه دائما خلي سيمي كولن، هنا هذا سيمي كولن بنهايه كل اعاز، تمام؟ هاي تكون نهايه كل اعاز. تمام؟ زين، هسه راح اوقف هذا واسوي واحد ثاني ان شاء الله وراه.